عندك كمان هنا يعني طبعا ده مش درج كراكيب، هو اصلا الحاجات اللي انا عندك كوبايه زي دي اقول لك بقالها كام سنه عندي، دي حوالي 25 سنه. تحبي نيجي نصور معاكي؟ انا نفسي ساعات ببقى واقفه كده ابص في كل بلكونه اقول طب احنا ليه بنحتفظ بالحاجات دي؟ طب الحاجات دي ملهاش لازمه، كل الناس محتفظه بحاجات في البلكونه. لغايه الان فيا العيب الخطير ده ان انا ما اقدرش اشوف تليفون في باترينا شكله حلو وما اشتريهوش. دي بقى الكراكيب مظبوط، يعني دي الكراكيب الحاجات اللي مش هتستعمل ابدا. دي ملهاش لازمه عندنا، هنعمل بيها ايه؟ قال لي خليها من ضمن الكراكيب اللي موجوده في الاوضه. بلاش ده يا هشام، بلاش ده لو سمحت ارجوك. كراكيب كراكيب بس تفضل معايا زي ما بيقولوا، كراكيب كراكيب بس تعيش.